أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، والسلام على أولياء الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا باب الله. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين. أشهد أنك أولى بالله وبرسوله وأنك ابن رسول الله حقا، أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك. أتيتك يا مولاي عارفا بحقك، مواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك صادق أديت ناصحا وقلت أمينا ومضيت شهيدا، لم تؤثر عمن على الهدى ولم تمل من حق إلى باطل. صلى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المربود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. اللهم وكما صبر على غليظ المحن وتجرع غصص الكرب واستسلم لرضاك وأخلص الطاعة لك ومحض الخشوع واستشعر الخضوع
وعاد البدعة وأهلها ولم يلحقه في شيء من أوامرك ونواهيك لومة لائم. صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها شفاعة أمم من خلقك وقرون من براياك، وبلغه عنا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا، إنك ذو الفضل العميم والتجاوز العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.